بسم الله الرحمن الرحيم. أهلنا في غزة تكالبت عليهم الأمم، وخذلهم القريب قبل الغريب، وخالفهم الشقيق قبل الصديق، وهم لا زالوا صامدين عن شرف الأمة، ذائدين عن مقدساتها، مدافعين في ثغورها، مرابطين. يقف المرء اليوم حائرا أمام هذا الثبات والصمود النابع من الإيمان الصادق والعقيدة الراسخة لتلك الطائفة المنصورة في أرض الرباط، التي لا يضرها من خذلها، والتي تتجلى فيها معاني الحديث الشريف: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لعدوهم قاهرين، لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم، إلا ما أصابهم من لأواء حتى يأتيهم أمر الله وهم كذلك. لا شك أنهم هم الفائزون، وإن دفعوا ضريبة ذلك من دم الشهداء وأرواح الأبرياء من الأطفال والنساء والشيوخ، بيد أنهم يضعون نصب أعينهم قول الله تعالى: ولا تهنوا في ابتغاء القوم، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون، وكان الله عليما حكيما. إن ثمن ذلك النصر تضحيات غالية ودماء زكية، ولكن النصر إنما هو صبر ساعة. وكي يتحقق هذا النصر وتمر هذه الساعة، كي يكتمل النصر، ينبغي ويجب على المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها التضامن مع فلسطين وغزة ومعركتها، وأن لا يتخاذلوا عن نصرتهم نصرا مؤزرا، فإن العدو أطماعه لن تنتهي ولن تتوقف عند غزة أو فلسطين، فأحلامه وطموحه تمتد من النيل إلى الفرات، وفساده وإفساده لن يترك بشرا ولا حجرا.